تارة تراهم في المستشفى ضمن صفوف الجيش الأبيض لخدمة المرضى، وتارة أخرى تراهم متطوعين لعلاج الحالات الحرجة من المنازل. الممرض عبد القادر عماد وزوجته الممرضة هيا هادي قررا تحويل منزلهما إلى عيادة طبية مؤقتة يقدمان من خلالها الرعاية الصحية بالمجان في الرمادي. احنا فريق التمريض المنزلي في مدينة الرمادي أنشأنا هاي الفكرة في زمن كورونا في سنة 2020. كانت الغاية من عندها الوصول للعوائل اللي ما تقدر توصل للمستشفيات أو المراكز الصحية أو مناطق العزل الصحي لدارة صحة الأنبار. الغاية من هاي الفكرة أنه مساعدة أهلنا بنية الرمادي تقديم الخدمات التمريضية والطبية اللازمة لهم. هذه المبادرة بدأت بعدما لاحظ الزوجان حاجة مجتمعهما إلى ذلك وسط ظروف صعبة وتحديات يومية يواجهها سكان المدينة، خاصة مع ارتفاع تكلفة العلاج وقلة الموارد المتاحة. طبعا مرات اكو حالات مرضيه نروح لها، الاغلب نسائيه من اني اروح لها تحتاج استشاره، انا عندي اغلب ارقام الطبيبات هم، فيعني اي حاله تحتاج استشاره يعني انا اكيد راح اسال الدكتوره اذا انا ما عرفت لها، وراح تنطيني يعني الحل والعلاج الامثل. من داخل منزلهم البسيط يقوم الزوجان الممرضان باستقبال المرضى يوميا. غرفة المعيشة تحولت إلى غرفة فحص، بينما تم تجهيز غرفة أخرى لتكون مكاناً لرعاية الحالات الحرجة. احنا عندنا حالات الأيتام والحالات المتعففة أنه يكون العلاج مالها أو العناية التمريضية لهم راح تكون مجاناً، حتى العلاج اللي ممكن أنه نحصله من المستشفى بقطع الباصات اللي هو تكلفته 3000 دينار ويجي العلاج إذا كان متوفر بالمستشفى. رغم النجاحات إلا أن الممرض عبد القادر وزوجته يواجهان تحديات عديدة، أبرزها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع ذلك يصر الزوجان على الاستمرار في مهمتهما الإنسانية، فهما قد لا يكونان قادرين على تغيير العالم، لكنهما استطاعا على الأقل صناعة فرق في حياة من حولهما. من الأنبار أحمد فلاح، التغيير.